أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وبعد. أبنائي الطلبة، أرحب بكم وموقعنا التعليمي مدرستي في بيتي، ودرس جديد في مادة الرياضيات. سندرس سويا اليوم قابلية القسمة على الأعداد 2 3 5 و10. قبل ذلك، ما المقصود من قابلية قسمة عدد صحيح على عدد صحيح آخر؟ نأخذ مثال: لما نقسم العدد 42 على 3 نتحصل على 14 والباقي 0. المقسوم 42 3 القاسم 14 حاصل القسمة 0 باقي القسمة. لما يكون باقي القسمة معدوم أو يساوي 0 نقول أن العدد قابل القسمة على القاسم. إذن هنا باقي قسمة 42 على 3 معدوم، إذن 42 يقبل قسمة على 3. إذا قسمنا عدد A على B، إذا كان باقي قسمة عدد صحيح A على عدد صحيح B يساوي 0 أو معدوم، فإن A يقبل قسمة على B، وهذا بغض النظر عن النتيجة. كيف تعرف ابن الطالب أن عددا صحيحا يقبل قسمة على 2 وذلك دون إجراء عملية القسمة؟ القاعدة بسيطة، وهي إذا كان رقم الأحاد من المجموعة 8 6 4 2 0 نقول أن العدد يقبل قسمة على 2. للتذكير أن الأعداد التي تقبل قسمة على 2 تسمى أعدادا زوجية، أما الأعداد التي لا تقبل قسمة على 2 فتسمى أعدادا فردية. نأخذ أمثلة: 752 رقم أحاده 2، إذن يقبل قسمة على 2. 65 لا يقبل قسمة على 2 لأن رقم أحاده ليس من مجموعة 0 2 4 6. نعم لا يقبل قسمة على 2. هل يقبل قسمة على 2؟ نعم يقبل قسمة على 2. هل يقبل قسمة على 2؟ لا يقبل قسمة على 2. هل يقبل قسمة على 2؟ نعم يقبل قسمة على 2. لديك الآن هذا التدريب، قم بإيقاف الفيديو ثم شغله بعد انتهائك من التدريب. أتمنى أن تكون إجابتك صحيحة. تحقق من إجابتك وأعد التدريب في حال الخطأ. ننتقل الآن لنتعرف عن قابلية القسمة على 3. كيف نعرف أن عددا صحيحا يقبل قسمة على 3؟ القاعدة بسيطة أيضا، إذا كان مجموع الأرقام المضاعفة 3 أو للتبسيط نقول أنه إذا كان مجموع الأرقام من المجموعة 3 6 9 في هذا الحين نقول أن العدد يقبل قسمة على 3. نطبق عن طريق أمثلة: هل عدد 125 يقبل قسمة على 3؟ ماذا أفعل؟ أجمع أرقام العدد 125 أتحصل على 8. 8 ليس من مضاعفات 3، أو للتبسيط أقول أن 8 ليس من المجموعة 3 6 9. إذن 125 لا يقبل قسمة على 3. هل عدد 204 يقبل قسمة على 3؟ نفس الشيء، أجمع أرقام العدد 204. 2 زائد 0 زائد 4 يساوي 6. 6 من مضاعفة 3 وهي أيضا من هذه المجموعة. إذن 204 يقبل قسمة على 3. إليك العدد الآن 9522، هل يقبل قسمة على 3؟ أجري نفس العملية، أي أجمع أرقام العدد 9522 أتحصل على العدد 18. 18 هو من مضاعفات العدد 3. كما يمكنني أن أواصل وأجمع أرقام العدد 18 فأتحصل على 9 وأقول أن العدد 9522 يقبل القسمة على 3. لديكم الآن هذا التدريب، قم
قوموا بإيقاف الفيديو ثم شاغلوه بعد انتهائكم من التدريب. نرجو أن تكون إجابتكم صحيحة. في حال الخطأ أعد التدريب وحاول مرة أخرى وستنجح. كيف نعرف الآن أن عددا صحيحا يقبل القسمة على 5 وهذا دون إجراء عملية القسمة؟ القاعدة بسيطة جدا، إذا كان رقم الآحاد هو 0 أو 5 فإن العدد يقبل القسمة على 5. أمثلة على ذلك، 15 رقم آحاده 5، إذن يقبل القسمة على 5. 142 رقم آحاده ليس 0 وليس 5، إذن لا يقبل القسمة على 5. جيد، لا يقبل القسمة على 5. نعم، يقبل القسمة على 5. الآن كيف نعرف أن عددا صحيحا يقبل القسمة على 10؟ ببساطة ننظر لرقم الآحاد، إذا كان 0 فنقول بكل بساطة أن العدد يقبل القسمة على 10. 30 رقم آحاده 0، إذن يقبل القسمة على 10. 142 لا يقبل القسمة على 10. لا يقبل القسمة على 10 لأن رقم الآحاد مختلف عن 0. نعم، رقم الآحاد 0، إذن يقبل القسمة على 10. قابلية القسمة على عدة أعداد في نفس الوقت. طبعا يمكن لعدد ما أن يقبل القسمة على عدة أعداد في نفس الوقت. يمكن لعدد مثلا أن يقبل القسمة على 2 و5 في نفس الوقت. نأخذ مثال على ذلك، 225. نلاحظ أن مجموع أرقام 225 هو 9، إذن العدد يحقق شرط قابلية القسمة على 3، ورقم أحاده 5، إذن يقبل القسمة على 5. نقول أن 225 يقبل القسمة على 3 و5 في آن واحد. 410 رقم أحاده 0، يحقق شرط قابلية القسمة على 2، ويحقق شرط قابلية القسمة على 5 بما أن رقم الآحاد 0، ويحقق أيضا شرط قابلية القسمة على 10. إذن 410 يقبل القسمة على 2 و5 و10 في آن واحد. العدد 330 رقم أحاده 0، إذن يقبل القسمة على 2 و5 و10، ومجموع أرقامه 6، إذن يقبل القسمة على 3. 310 يقبل القسمة على 2 و3 و5 و10. نكتفي الآن بهذا القدر، ونتمنى لقاءكم في درس آخر عن قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.